هنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تبارك وتعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين عنا منهم يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم علمنا من لدنك علما نصير به كاملين وشفع فينا سيد المرسلين واكتبنا في الذاكرين ولا تكتبنا في الغافلين ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في جنات النعيم مع سيد الأولين والآخرين بلا سابقه عذاب ولا هوان يا كريم اللهم ادفع عن عبادك الوباء والبلاء اللهم ادفعه عنا يا رب العالمين لك يا مولانا نعم المولى وانت نعم النصير ببركه المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم امين امين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم وبعد فبتوفيق الله وعونه ومنه وفضله وامداده نعيش مع سيدي أحمد ابن عطاء الله السكندري في كتابه المسمى بتنوير التنوير في إسقاط التدبير وقد وصلنا في هذا الكتاب إلى الرضا بتدبير الله نعم ونواصل القراءه ان شاء الله تفضل يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين امين امين الرضا بتدبير الله تعالى اعلم وفقك الله أن لله عبادًا خرجوا عن التدبير مع الله بتأديبه الذي أدبهم وبتعليمه الذي علمهم ففسخت الأنوار عزائم تدبيرهم ودكت المعارف والأسرار جبال اختيارهم فنزلوا منزل الرضا نعم فوجدوا نعيم المقام فاستغاثوا بالله واستصرخوا به خشية أن يشغلهم حلاوة الرضا فيميل إليها بمساكنة أو يجنحوا لها بمراكنة فيميل إليها بمساكنة أو يجنحوا لها بمراكنة يعني هناك عباد رفعهم الله عز وجل الى مقام عال بعد ان ادبهم بادابه وعلمهم ولذلك لما اضاء قلوبهم بانواره صاروا الان على رضا تام من الله تبارك وتعالى في كل ما قضاه وفي كل ما قدره ولذلك وجدوا في حياتهم نعيما وتكريما. ولذلك كانوا اذا تكلموا فانهم يتكلمون بالله وعن الله. واذا وجدوا شيئا يحتاج الى الاستغاثه بالله استغاثوا به في كل مقام. وهذا كله لانهم يريدون رضاه جل في علاه. وقد شعروا بحلاوة الرضا فمالوا إلى الرضا بكل ما قضى الله وقدر وقد ورد في الحديث الصحيح من رضي فله الرضا هذا حديث قدسي من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط نعم سيدي قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى نعم كنت في ابتداء امري ادبر ابو الحسن الشاذلي, الشاذلي. نعم كنت في ابتداء امري ادبر ما اصنع من الطاعات وانواع الموافقات فتارة اقول الزم البراري والقفار البراري براري القفار والقفار وتارة اقول ارجع الى المدائن والديار لصحبة العلماء والاخيار يعني وكان في اول امره دائما يفكر فيما يصنع من الطاعات حتى يكون مؤديا لما يجب عليه من الواجبات فكان دائما يقول لنفسه ماذا اصنع اذهب الى البراري يعني الى الصحاره والى القفار اي التي لا يوجد فيها انيس إلا المولى تبارك وتعالى فإذا ما مكث هناك في الصحراء أياما أو شهورا يقول النفس عودي إلى المدن وإلى أماكن الديار لصحبة العلماء وصحبة الأخيار ولذلك الولي دائما تراه يعيش في أي مكان في الحياة ولكنه مع مولاه لا يتحرك إلى أحد سواه إلا بإذن المولى عز وجل رضي الله عنهم أجمعين نعم هذا أيضا يعني بقية كلامه فوصف لي فضل. فوصف لي ولي من أولياء الله بأرض المغرب بجبل هنالك فطلعت, فطلعت إليه فوصلت إليه ليلا فكرهت أن أدخل عليه حينئذ يعني لما وصل اليه ليلا كره ان يدخل عليه في الليل لان الليل فيه سكون وكل واحد فينا يسكن الى حاله في ليله نعم فماذا كان؟ فسمعته يقول اللهم ان قوما سالوك ان تسخر لهم خلقك خلقك فاعطيتهم ذلك فرضوا منك بذلك اللهم وإني أسألك إعوجاج الخلق علي حتى لا يكون حتى لا يكون هي ملجأ ولكن وضع الهمزة على السطر تقرأ إيه ملجئ لا هي ملجأ حتى لا يكون ملجأ يعني لجوء إلا إليك واصلح الكلمه واجعل الهمزه على الالف هو يقول اللهم ها الولي هو الذي يقول ان قوما سالوك ان تسخر لهم خلقك فاعطيتهم ذلك يعني سخرت لهم الخلق فرضوا منك بذلك بما صنعته لهم من تسخير الخلق له اللهم اني اسالك اعوجاج الخلق علي يعني ان ينحنوا الي حتى لا يكون ملجا الا اليك يعني لو انهم ابتعدوا عني او اقتربوا مني فاللجوء دائما لا يكون الا لك يا رب العالمين، وهذا هو منهج العلماء الاولياء اقبل الخلق عليهم او اعرضوا عنهم فانهم لا يعيشون الا مع الواحد الاحد، وهذا ما كان من يعني شيوخنا في حالهم كان شيخنا محمد امين الكردي على هذا الحال لا ينظر الى اقبال الخلق ولا الى ادبارهم اذا اقبلوا عليه فهو مع الله واذا خرجوا من بين يديه فهو مع الله، فالله يكفيه ومن كان مع مولاه استغنى عن كل ما سواه. نعم. فقلت قلت هذا لشيخنا أبي الحسن يا نفس انظري من أي بحر يغترف هذا الشيخ آه يعني آه. تعال, تعال هنا تعال اقترب نعم فقلت يا نفس انظري من أي بحر يختلف هذا الشيخ؟ يختلف من بحر مولاه؟ نعم. فأقمت حتى إذا كان الصباح دخلت آه. عليه. فأقمت يعني في مكان بعيد عنه حتى إذا كان الصباح دخلت عليه. فسلمت عليه ثم قلت يا سيدي كيف حالك؟ فقال: مم. أشكو إلى الله من برد الرضا برد برد الرضا والتسليم. آه يعني أنني أشعر بأن الرضا والتسليم جعلني كالشيء البارد فأنا أشكو إلى الله من هذا الحال. نعم كما تشكو انت من حر التدبير والاختيار اه يعني انت تشكو من حالك وهو التدبير والاختيار وانا اشكو من حالي وهو الرضا والتسليم نعم فقلت يا سيدي اما شكواي من حر التدبير والاختيار فقد ذقته وانا الان فيه وانا الان فيه نعم أما شكواك من برد الرضا والتسليم فلم أفهمه نعم فقال أخاف أ... أن تشغلني أن تشغلني حلاوتهما عن الله اه يعني إذا أحس بالرضا والتسليم لله فربما شغل بالرضا والتسليم شغل بهما عن الله رب العالمين فأنا أشكو إلى الله من هذا الذي أنا فيه لأنه ربما جعلني الرضا أعيش بعيدا عن الله لأني أصبحت الآن راضيا. نعم. فقلت يا سيدي سمعتك البارحة تقول: اللهم إن قوما سألوك أن تسخر لهم خلقك فأعطيتهم ذلك فردوا منك بذلك. اللهم وإني أسألك إعوجاج الخلق حتى لا يكون ملجأ إلا إليك فتبسم ثم قال يا بني عوض ما تقول سخر لي خلقك قل يا رب كن لي آه عوض يعني البديل الذي نأخذه من هذه الأحوال نقول سخر لي خلقك يعني هذا التسخير يكون للواحد في البدايه لكن عوّضني يا رب عن هذا التسخير بشيء اخر وهو قوله يا ربي كن لي انا لا اريد شيئا من الخلق فتسخير الخلق يكون في البدايه ولكنه اذا ارتفع وعلى قدره فإنه يكون مع مولاه بعيدا عن كل ما سواه. يا رب كن لي ولا أريد شيئا سواك. نعم. أترى إذا كانوا لك أيغنوك بشيء فما هذا الجبن؟ اه إذا كانوا لك يعني إذا سخروا لك هل يستطيع أحدهم أو يستطيع الجميع أن يغنوك بشيء عن الله عز وجل فسكت قال فما هذا الجبن يعني لا تجعل نفسك في دائرة الجبن انما عليك أن تترك هذا وأن تكون موصولا بربك معتصما به على الدوام هذا كله يدور حول صلة العبد بربه فمن وصل نفسه بمولاه وجعل هذه الصله هي التي في الحياه راى نفسه مع مولاه لا يحتاج الى احد سواه فالله يسخر له الخلق يصرف الخلق ياتون او لا ياتون فهو لا ينظر الى هذا الذي يكون من غير الله وانما هو في معيه مولاه على الدوام اناء الليل واطراف النهار نعم يا سيدي فائده اعلم ان هلاك ابن نوح عليه السلام انما كان لاجل رجوعه الى تدبير نفسه وعدم رضاه بتدبير الله يعني هو راى الماء ينزل من السماء وراى الارض تتفجر بالمياه واصبحت المياه من فوق ومن تحت فماذا يفعل لو أنه اعتصم بالله كما فعل نبي الله سيدنا نوح لكان مع مولاه ومع رسول الله ولكنه اعتصم بتدبير نفسه ولذلك تلاحظ أن الآية وسيأتي بها إن شاء الله وعدم رضاه بتدبير الله الذي اختاره لنوح عليه السلام ورجع إلى تدبير نفسه ولم يرضى بتدبير ربه. مم. ومن كان معه في السفينه. اه. فقال له نوح عليه السلام: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يعني اركم معنا هذه روايه حفص بقلب الباء ميما. وهذا يدل على الاعتصام. بالله تعالى مع هؤلاء المؤمنين ولا تكن مع الكافرين يعني نهاه أن يكون مع الذين كفروا قال قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال, قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم حالان مختلفان حال نبي الله نوح وحال ولده. اما نبي الله نوح فهو يعيش مع ربه ويعلم انه لا معطي ولا مانع ولا شيء في الحياه الا ويملكها المولى جل في علاه اذا يعيش مع الله. والذين امنوا معه كانوا على هذا الحال. اما حال الولد فهو حال مختلف. اركب معنا ولا تكن مع الكافرين فصنع نفسه ساوي الى جبل اذا اعتصم بالجبل ولم يعتصم بالله ساوي الى جبل يعصمني من الماء يعني يجعلني في حرز بعيد عن الماء فقال سيدنا نوح لانه مع الله قال كلاما يرد به على كلام ولده لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين المغرق. على هذا نرى أن الذين اعتصموا بأنفسهم ووقفوا عند أحوالهم وظنوا أنهم يصلون بقوتهم في الحياه كلها هؤلاء خاسرون ومهما كانوا في قوه ومنعه فانهم لم يعتصموا بالله صاحب الخلق والامر انما اعتصموا بانفسهم وبقواهم وبعلمهم وظنوا انهم سيصلون فكانوا في النهايه من الخاسرين يعني هذا درس عملي لنا في الحياه ونحن امه رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الدروس الماضيه نحتاج اليها ونحن في دائره امه سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى ولذلك ناخذ منهم العبره لتكون لنا فيما نحن فيه تفضل يا سيدي فاوى في المعنى الى جبل عقله اه فاوى في المعنى الى جبل عقله يعني الجبل هو الذي كان في عقله وليس في عقله ان الله هو المدبر وهو صاحب الملكوت نعم ثم كان الجبل الذي اعتصم به صورة ذلك المعنى القائم به فكان كما قال الله وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. كان يصعد الجبل ويرى نفسه بعيدا عن الماء فيفرح ثم يرى ان الماء قد وصل اليه فيصعد ويظن ان الماء لن يصل فبعد فترة يصل حتى صار على القمة فوصل الماء إلى القمة فكان من المغرقين وهذا درس لنا من أراد أن يكون مكرما فعليه أن يعتصم بمولاه أما أسباب الحياة فإن المسبب يفعل ما يشاء وأما الأسباب فلها حدود ولها قيود يعني طالب العلم إذا اعتصم بالكتاب وظن أنه سيأخذ العلم من هنا ومن هنا ومن هنا وأنه بهذا سيصل إلى الدرجة التي يريدها نقول له أنت من الخاسرين لأنك ستصل لا بالكتب وإنما بمولاك ثم يحاسبك مولاك على هذا الخيال الذي عشت فيه يعطيك درسا بعد ان يعطيك الدرجات ترى هذا الدرس تعليما لك في هذه الحياه ان تكون معتصما به ولا تعتصم باحد سواه ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم ولذلك قال سيدنا نوح لا عاصم اليوم من امر الله اي من عقابه إلا من رحم ثم كانت النهاية وحال بينهم الموج فكان من المغرقين ولذلك العلماء أخذوا من هنا أن الاعتصام لا يكون إلا من المولى تبارك وتعالى يعني أحد المشايخ قال لي أخذت أذاكر في الكتاب في ليلة الامتحان حتى حصلت العلم وجعلته في رأسي وظن في نفسه انه سيدخل على الامتحان ويكتب ولن يترك شيئا ابدا في ورقه السؤال اذا اعتصم بعلمه وغفر عن المعلم وهو الله عز وجل قال فلما دخلت الامتحان وانا ما نمت الليله لحظة واحدة قال فرأيت العلم الذي في رأسي قد طار كله ولم أجد كلمة واحدة وجدتني لابد أن أنام هذا كان في كلية اللغة هذا من من ثمانين عاما قال فجاء المراقب وقال ماذا يا بني قال والله حصل كذا وكذا قال اذا انت تنام ونسال الله لك التوفيق والتيسير قال فنمت ساعتين وكان الامتحان على اربع ساعات من الثامنه الى الظهر قال وبعد ساعتين ايقظني وقال قم واذهب الى دوره المياه وتوضا فلما توضا وسال الله عز وجل اذا عاد الى الله فاعاد الله اليه العلم وراى العلم في راسه بفضل من بفضل, بفضل الله. الله قال وكتبت في الساعتين الباقيتين كلاما ما كتبته من قبل وكانت النتيجه في هذه الماده وكانت الصرف في السنه الرابعه قال كانت النتيجه امتيازا وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لماذا؟ لأنه لما اعتصم بنفسه سحب الله منه العلم. فلما لجأ إلى ربه أكرمه وعلمه. وذلك من فضل الله وتوفيقه. نعم يا سيدي. في الظاهر بالطوفان وفي الباطن بالحرمان. اه في الظاهر بالطوفان وفي الباطن بالحرمان. حرمه الله من الإيمان. نعم. فاعتبر ايها العبد بذلك نعم فإذا تلاطمت عليك امواج الاقدار فلا ترجع الى جبل عقلك الباطل. اه اذا تواردت عليك الاقدار فلا ترجع الى الجبل كما فعل هذا الولد الذي من ظهر ابيه نوح نبي الله ورسوله. فلا ترجع إلى جبل عقلك فهذا كله باطل، نعم. لئلا تكون من المغرقين في بحر القطيعة ولكن ارجع إلى سفينة الاعتصام بالله والتوكل عليه. من يعتصم بالله اكتب الواو واو. ومن ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولم يقل فقد هداه الله. لاننا نعلم بان الهدى هدى الله ولذلك هنا ستر الفاعل لفظا لانه علم والمعلوم لا ينطق به لانه ما كان في القلب لا يذكر على اللسان وانما ناتي بالفعل على هذا فقد هدي ولهذا كان ابن هشام يقول الفاعل مبني لما لم يسم فاعله مبني لإيه؟ لما لم يسم فاعله طب لماذا لم يسمى لأنه معلوم؟ أو لأنه مجهول ولذلك الذين يقولون مبني للمجهول هذه واحدة ولكن هناك ما بني في صورة المجهول ولكنه معلوم ولهذا كان من حق شيخنا ابن هشام رحمه الله أن يقول مبني لإيه لما لم يسمى فاعله ولذلك في شرحه قال لأن الفاعل يحذف إذا جهل أو إذا علم أو إذا خفت منه إذا إيه خفت منه أنت رأيت سارقا وتعرفه لكنه نظر إليك وقال لو تكلم فسأقوم بقطع رقبتك ماذا يصنع يسكت فإذا سئل عن هذا يقول سرق هذا البيت مع أنه يعرف السارق لكنه لم ينطق باسمه خوفا منه وقد يكون خوفا عليه رأى الذي يسرق صبيا صغيرا قال تعال يا ولد ما هذا فبكى وقال ارجوك الا يعني تفضحني فماذا يصنع المرء في هذا الحال لا يفضحه وانما يستر ويقول سرق شيء من بيت فلان مع انه يعلم السارق لماذا لم يذكره شفقه عليه ورحمه به ولهذا يقال الفعل بني لما لم يسمى فاعله لماذا لم يسمى إما للعلم به أو للجهل به أو للخوف منه أو للخوف عليه وهذا كله في دائرة ما لم يسمى فاعله. بارك الله فيك. تفضل يا سيدي. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صحيح. من يتوكل على الله فهو ايه؟ حسبه يعني كافيه. توكل على الرحمن في الأمر كله فما خاب من عبد عليه توكل وكن واثقا بالله وكن واثقا بالله وارض بحكمه تنال الذي ترجوه منه تفضلا نعم يا سيدي فإنك إذا فعلت ذلك استوت بك سفينة النجاة على الجودي على جودي الأمن على جودي الأمن الجودي جبل رست عليه السفينة جبل الجودي نعم فأنت لك جودي من الله عز وجل يؤمنك وهو الاعتصام بالله والتوكل على الله هذا هو الجبل المعنوي الذي يركن إليه أهل الله في كل مقام وفي كل حال. نعم. ثم تهبط بسلامة القربة وبركات الوصلة عليك وعلى أمم ممن معك وهي عوالم وجودك فافهم ذلك ولا تكن من الغافلين واعبد ربك ولا تكن من الجاهلين. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. نعم يا سيدي. فقد علمت أن إسقاط التدبير والاختيار اهم ما يلتزمه الموقنون ويطلبه العابدون واشرف ما يتحلى به العارفون. نعم يا سيدي. سالت بعض العارفين ونحن تجاه الكعبه فقلت له من اي الناحيتين يكون رجوعك؟ أوه. فقال لي مع الله عادة ان لا تجاوز ارادتي قدمي. <applause> ألا تجاوز إرادتي قدمي، يعني أنا لا أريد شيئا بإرادتي أنا، وإنما المريد هو الله عز وجل، فإذا أراد بي كان ما أراده لي، ولذلك قال: لي مع الله عادة، ما عادته؟ ألا يجعل إرادته.. تتجاوز قدميه يعني لا يريد وانما يركن الى الفعال لما يريد وبهذا يوجهه المولى عز وجل نعم وقال بعض المشايخ لو ادخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار وبقيت انا لم يقع عندي تمييز في اي الدارين يكون قراري. آه. لو ادخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار وبقيت انا. لم يقع عندي تمييز في اي الدارين يكون قراري. يعني لا انظر الى الجنة لاكون فيها ولا انظر الى النار لابتعد عنها وانما اترك الامر لله. يفعل الله ما يشاء نعم فهذا حال عبد محيت اختياراته وإرادته فلم يبق له مع الله مراد إلا ما أراد كما قال بعض السلف أصبحت وهوايا 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 في مواقع قدر الله قدر آه. الله يعني أنا أصبحت ومعي هواي في مواقع يعني في اماكن قدر الله هو الذي يسيرني هو الذي يسيركم في البر والبحر نعم قال ابو حفص الحداد رحمه الله تعالى لي منذ أربعين سنه ما اقامني الله في حال فكرهته ولا نقلني الى غيره فسخطته يعني انا راض بكل عطاءات المولى عز وجل لم أكره أن أكون في هذا الموقع ولم أتوقف في الرضا عن الله في أي شيء أقامني أنا راض نقلني أنا راض والرضا يجعل الإنسان في راحة نعم وقال بعضهم لي منذ أربعين سنة أشتهي أن لا أشتهي آه كما قال سيدي أبي الحسن أريد أبي يزيد أبي اليزيد هل نعم. أريد أن أريد يعني أريد أنني ليس لي في الإرادة من شيء نعم لأترك ما أشتهي فلا أجد ما أشتهي نعم أشتهي ألا أشتهي فهذه قلوب تولى الله رعايتها واوجب حمايتها الم تسمع قوله تعالى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان ليس لك اي ابليس عليهم سلطان يعني لن تتسلط عليهم ابدا لانهم عبادي ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم فالمولى يتولاهم وليس للشيطان عليهم من سبيل ويكفي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان عمر اذا مشى من طريق مشى شيطانه من طريق اخر لانه يريد ان يرى سيدنا عمر وقد غفل عن الله لحظه في هذه اللحظه يدخل عليه فهو ما راه غفل عن الله ابدا ويسير في الحق وإلى الحق ومع الحق. نعم يا سيدي. لأن تحققهم بمقام العبودية أبى لهم الاختيار مع الربوبية وأن يقارفوا ذنبا وألا يلابسوا عيبا. نعم. أنهم عباد وماذا يفعل العبد؟ لا يختار وإنما يكون مع ربه في مقام الربوبية. والا يقترفوا ذنبا لان هذا لا يليق بمقام من في العبوديه ولا يستطيعون ابدا ان ياتوا بشيء يعاب عليهم لماذا لانهم مع الله نعم وقال سبحانه وتعالى انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون آه ليس للشيطان من سلطان على أهل الإيمان وأهل التوكل على الله نعم فقلوب ليس للشيطان عليها سلطان من أين يطرق يطرقها من أين يطرقها وساوس التدبير وساوس من أين يطرقها وساوس التدبير أو يرد, عليها, عليها وجود التقدير آه يعني الانسان اذا كان في معيه مولاه فلا ياتيه وسواس من الشيطان ابدا ليدبر له ولهذا لا يصيبه تكدير يعني لا يكدر لماذا؟ لانه يعيش مع الله احد العلماء الكبار من اهل الله كان في العراق يلقي الدرس فجاءه ولده يقول له إن أخي وأخي تعارك فقتل فلان فلانا لولا تعاركوا حتى إن أحدهم قتل أخاه فقال انا لله وانا اليه راجعون ومضى في الدرس حتى انتهى ثم قال له اذهب فكفنه لنقوم على ذلك بالصلاه عليه ودفنه ثم قال له يا بني علي ان ادفع ديته لامه وهذا يدل على ان اهل الله لا تلهيهم تجاره ولا بيع ولا شان من الشؤون عن عصمتهم بربهم يعني هذه من اشد الحالات يعني اولاده يتقاتلون ويقتل احدهم الاخر الشيخ لا يهتز لانه في معيه مولاه هو الذي قضى على ولده بالموت بهذا السبب وعلينا ان ننفذ شريعه الله باعطاء الام ما يكون سببا في تفريج الكرب عنها ولهذا لما اقاموا حياتهم مع مولاهم اكرمهم في دنياهم واحسن لهم الختام عند لقاء مولاهم. نعم. وفي الايه بيان ان من صحح من صحح الايمان بالله والتوكل على الله فلا سلطان للشيطان عليه اه من صح ايمانه بمولاه متوكلا على الله فلا سبيل للشيطان عليه. حال لماذا؟ لأنه لا يأتي للذاكرين. يعني من ذكر مولاه خنس الشيطان. نعم. لأن الشيطان إنما يأتيك من أحد وجهين إما بتشكيك في الاعتقاد وإما بركون إلى الخلق والاعتماد. اه <applause> يعني شك في العقيدة أو ركون إلى الناس إلى الخلق تفضل <applause> فأما, التش... فاما التشكيك في الاعتقاد فالإيمان ينفيه اه الإيمان يثبت ويدفع الشك وأما السكون إلى الخلق والاعتماد عليهم فالتوكل عليه ين ينقيه 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 اه يعني السكون للخلق والاعتماد عليهم فالتوكل على الله ينقيه يجعل الإنسان لا يعتمد على الناس وإنما يعتمد على مولاه الذي تولاه وبيده المنع وبيده العطاء أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يباعد بيننا وبين معصيته إنه نعم المولى ونعم المصير والحمد لله رب العالمين بتوفيق الله وعونه قرانا في المقدمه الى التعريف بالامام القشيري التعريف بالامام القشيري تفضل يا بسم الله الرحمن الرحيم التعريف بالامام القشيري هو م? عبد الكريم ابن هوازن ابن عبد الملك ابن طلحة ابن محمد النيسابوري وعرف بين العالمين بأبي القاسم القشيري ولقب بزين الإسلام رضي الله عنه وأرضاه ونفعنا به في الدنيا والآخرة آه نلاحظ أن هؤلاء الأكابر من أهل التصوف من غير العرب لأن غير العرب يعني في بلاد فارس او في بلاد الروم وصل اليهم الاسلام بعد ان استقر الاسلام في نفوس المسلمين في الشرق العربي فلما وصل اليهم الاسلام بهذا النقاء وهذه الصوره المشعة بالنور رأيناهم ينتلقون في رحاب نور الله معتصمين بالله رب العالمين ولذلك قاموا على خدمة الإسلام خير قيام يعني إذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بالجهاد في سبيل الله بسيفهم وبلسانهم فإن هؤلاء الناس قاموا بالجهاد في سبيل الله بجهاد أنفسهم أولاً ثم قاموا على تربية المريدين طيلة حياتهم إذا هذه خدمة في البداية وهذه خدمات إلى النهاية وكل في فلك يسبحون كل واحد له جهاده والحمد لله رب العالمين نعم ولد سنة ست وسبعين وثلاثمائة في شهر ربيع. آه، هذا القرن الرابع يعتبر ختام القرون التي فيها الأكابر يعني الذين هم ما من سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير القرون خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم في بعض الروايات إذن يعني أربعة قرون وهذه القرون التي كان فيها أهل الفقه من الإمام الأعظم أبي حنيفة إلى الإمام أحمد ثم جاء المفسرون وجاء المحدثون واهل العلم نرى كثيرا منهم جاء من غير العرب وهذا فيه اشاره الى ان هذا الدين بعباده الله كلهم العرب قاموا بالبدايه واهل الله في كل مكان الى النهايه وخصوصا الذين لم يدركوا الصحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم جدوا واجتهدوا نعم في بلدة استوى اه استوى ولا استوى خديش. وهذه البلدة أستوى. كانت أستوى. موئلا للعرب القادمين من خراسان نعم وكانت عاصمة خراسان بور مهدل مهد العلوم مهد العلوم والفنون ومحط رحال العلماء العالمين نعم نشأته نشأ هذا الغلام يتيما وظهرت علامات نجابتي. النجابة, النجابة والهداية. والهداية من صغره إشارة إلي ما سيكون من أمره وكما قالوا وإذا رأيت من الهلال بدوه أيقنت أن سيصير بدرا كاملا. أو أيقنت أو أيقنت أن سيصير بدرا كاملا لأن الفعل الذي يسبق أن إذا كان فيه العلم إذا أن هنا تكون مخففة من الثقيلة. أيقنت أنه سيصير بدرا كاملا. حذف ضمير الشأن وبقي الفعل على رفعه. نعم. علم ان سيكون منكم مرضى نعم فلما شب وترعرع لازم شيخ لازم شيخ شيوخ عصري سيدي ابا علي الدقاق فلما رآه شيخ وسمي بالدقاق لانه كان اذا اراد ان يطعم ياخذ الطعام وهو يذكر الله يدقه حتى اذا ما دقه وعجنه يأكله سريعا لأنه لا يريد أن يعطل ذكر الله ولو لحظة واحدة ولذلك سمي أبي علي دقاق يدق الطعام ليقوم على سفه حتى لا يضيع وقتا بعيدا عن ذكر الله رضي الله عنهم هؤلاء الأكابر لم يصلوا إلى هذا المقام العالي إلا بصحبتهم لذكر مولاهم واعتصامهم بالله كما راينا في كلام شيخنا ابن عطاء الله. نعم. فلما راه شيخه بهذا الحال من الاقبال اشار عليه بان يتعلم الشريعه اولا. اه طبعا الانسان اولا يتعلم الشريعه. يعني كيف يحقق في حياته شريعه الله لعباده من صلاه وصيام وحج. بعيدا عن الحرام قائما بما يرضي مولاه عز وجل على التوام. يبقى اذا يتعلم الشريعه اولا. نعم. فذهب الى الشيخ ابي بكر محمد بن ابي بكر الطوسي حتى اجازه في علم الاحكام الفقه. اه في علم الاحكام اللي هو الفقه، نعم. فلما وجده استاذه ابو علي انه احكم هذا العلم نقله إلى الإمام أبي بكر بن فورق نعم. ليتعلم على يديه الأصول. آه، أصول استخراج الأحكام. مم. فكان فيه مقدما على أقرانه، ثم اختلف إلى الأستاذ أبي إسحاق إبراهيم ابن محمد الإسفرايني، فأخذ نعم. من هذه المدرسة علومها كالحديث وغيره، كل هذا بإشارة شيخه الدقاق رضي الله عنهم أجمعين. رضي الله عنهم اجمعين، نعم شيوخه تتلمذ القشيري على كثير من علماء عصره فالعلم لا يؤخذ من الاوراق وانما من اهله باتفاق صحيح لان العلم اذا اخذ من الاوراق فانه ربما اخطا انا قرات ان احد الناس اخذ يقرا في القران وفي الكتب بنفسه من غير أن يتعلم على يد شيخ فقرأ قوله تعالى عن بيعة العقبة قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فوجد أن إذ يبايعونك الفعل هنا فيه أكثر من اتجاه فيه الفعل والفاعل والمفعول في كلمة يبايعونك فلم يستطع ان ينطقها يعني كلمة فماذا يفعل؟ تصرف وقال اذ يبا كلمة يعونك كلمة ثم قرأها اذيبا يعونك تحت الشجرة هذا لأنه أخذ العلم من الأوراق ولذلك القرآن بالرواية والعلم بالشرح والتلمذة ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول تعلموا العلم هذا المقطع فيه أن التعلم بابه مفتوح ثم قال صلى الله عليه وسلم وتعلموا للعلم السكينة يعني الاطمئنان في قراءة العلم ثم قال وتواضعوا لمن تعلمون منه إذن لابد من وجود الشيخ واي انسان ياخذ علمه من الاوراق فليس له من علم باتفاق اذا ضاع ولهذا يعني شيوخنا في الكليه دائما يقولون هذا الكلام بعده اشكال نعم لذا نرى لذا نرى شيخه الذي لازمه طيله حياته هو الإمام أبو علي الدقاق ثم أبو إسحاق الإسفراييني وأبو نعيم المهرجاني وأبو الحسن أحمد بن محمد الخفاف وأبو عبد الله الحسين الجزار وغيرهم من أقطاب عصره وهذا هو الأصل في طلب العلم. اه طلب العلم دائما يكون على شيخ والشيخ يجلس بين تلاميذه ليعطيهم من العلم الذي افاض الله به عليه ثم ينتقلون من شيخ الى شيخ الى شيخ حتى اذا استوى الواحد منهم في علمه اجيز بالعلوم التي اغترفها ليكون بعد ذلك مجيزا لغيره لان صله العلم لا تنقطع الى يوم القيامه هذا له وقته وانتهت حياته، إذا يأتي من علمه ليكون في مكان شيخه، وهكذا يعني رأينا العلماء إلى يومنا هذا. نعم يا تلاميذه لا ريب في أن العالم العامل الرباني له قبول عند العامة والخاصة كما نرى في كل زمان ومكان فيأتيه الطلاب من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وللذين سيعودون اليهم لينتفعوا بهم الى يوم الدين ولهذا تتلمذ على يديه تتلمز كثيرون ت... ولهذا تتلمذ على يديه كثيرون منهم الخطيب البغدادي ابو بكر احمد بن علي والعلوي ابو ابراهيم اسماعيل والعزاوي ابو عبد الله وغيرهم وهذا دليل واضح على أن الله عز وجل فتح عليه قلوب العباد فانتفع خلق فانتفع خلق خلق, كثير بدروسه ولقاءاته وقد عقد مجلس الإملاء في الحديث الشريف سنة سبع وثلاثين وأربعمائة وكان يحضره آلاف الناس ودرس في نيسابور وبغداد ومرو ونسا ومع هذا الاشتغال بإلقاء الدروس كان يجلس للتأليف والعبادة وله مجلس مع أصحابه واحبابه للذكر والسماع نعم. بل كان لا, لا نظير له في مجالس الذكر وكان ذلك في حياة شيخه ابي علي الدقاق وعمره ثلاثون سنة وكانت هذه المجالس في المسجد المطرز المطرز نعم. وقد تحدث عنه العلماء المؤرخون بما يفيد, أهل، بما يفيد اهل العلم الذين جاءوا من بعده الى يوم الدين فقال عنه الب... الباخرزي فقال عنه الباخرزي ابي الحسن في كتابه دميه القصر آه دميه القصر جامع لانواع المحاسن تنقاد له سعابها ذلل المراسي المراس المراس ذلل الميراث يعني تنقاد وتطيع نعم فلو قرع فلو قرع الصخر بصوت بصوت, بصوت تعذيره لذاب ولو ربط إبليس في مجلس تذكيره لتاب يا سلام وله يعني فصل الخطاب يعني إبليس لو جاءه إم لو جاءه لتاب لكنه لا يأتي لأن مجلس الذكر دائما يطرده لا. نعم وله فصل الخطاب في فصل المنطق المستطاب ماهر في التكلم على مذهب الأشعري خارج في إحاطته بالعلوم الشرعية عن الحد البشري كلماته للمستفيدين فوائد وفرائد وأعتاب من بره للعارفين وسائد يا سلام رضي الله عنه وأرضاهم يعني لولاهم ما كنا ولا كان شيء مما نحن فيه نعم من هنا تعلم ان هذا الامام لم يكن فقيها صوفيا فقط وانما حاز انواع العلوم والمعارف فكان متكلما سنيا وكاتبا المعيا وشاعرا اديبا مقدما كل هذا مع صلته بمولاه متجردا من عبوديه الحياه الى عباده الذي انعم عليه وتولاه فصار في حياته بين الانام ولكنه مع الحي القيوم الذي لا ينام. نعم. لذا كان مع الناس بظاهره ولكن قلبه ومشاعره مع خالقه. نعم. فالله هو المعبود لا اله سواه وعلى هذا السبيل كان مجاهدا بين عباد الله. يصدع 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 بالحق مع الارشاد ويدعو العباد بكل اخلاص الى رحاب مولاه فكان عبدا ربانيا حائزا على الوراة. الوراثة حائزاً المحمدية. على الوراثة المحمدية, المحمدية في كل اتجاه حتى لقي مولاه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين شيخنا استاذنا الدكتور محمد يسري سيد أحمد زعير كان دائما يقول والله الصوفية أراحوا أنفسهم تعلقوا بمولاهم وساروا في حياتهم حتى حتى خرجوا إلى من تولاهم. يعني هم يسيرون في الحياة ولكنهم يعتصمون بالله ويسيرون مع الناس يمينا وشيئا وكان هو منهم. يعني أستاذنا يسري زعير هذا كان من هؤلاء لم يطلب منصبا ولا إعارة ولا مالا ولم يبني لنفسه بيتا انما يربي في قلوب الرجال والنساء بنور المعرفه علما لم ينقطع الى يوم القيامه وكان استاذا في اللغه العربيه ولكن مع القران الكريم كل ما كتبه كان يتناوله من خلال ايات القران وانا عاشرت اربع سنوات فوجدت فيه هذا وظل طيلة حياته يعني درس في المعاهد أكثر من عشر سنوات ودرس في الكلية أكثر من أربعين عاما كل هذا كان لله رب العالمين فستراه مولاه حتى ختم له بالحسنى وصار عند مولاه عز وجل في مقعد صدق عند مليك مقتدر هذا واحد مما مما رايناه في حياتنا مع شيوخنا نعم وقد وقد ابتلي رضوان الله عليه بغضب السلطان تغرل تغرل ووزيره وزيره ووزيره على الاشاعره عامه اه اصل هؤلاء السلاطين في اغلب الاحوال ليسوا بعلماء وانما هو ابتلاه المولى عز وجل بهذا الملك فاما ان يكون رجلا صالحا فياتي بمجلس العلماء يعرض عليهم ما كان من امره واما ان ياخذ الامر بيده فيكون من الظالمين وهذا ما يفعله كثير منهم اما الذين كانوا يقيمون من حولهم مجلسا للعلماء فهؤلاء رحمهم الله واكرمهم في الحياه يعني هارون الرشيد رحمه الله ملك الحكم كخليفه المسلمين وعنده من العمر عشرون عاما ومكث الى سن خمسة وأربعين عاما في ربع قرن كان مجلسه دائما بين العلماء يعرض عليهم ما يكون وما هو كائن وماذا نصنع في هذا ولذلك صار بحمد الله وكرمه من أحسن الولاة لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن طغرل هذا مع وزيره قاموا بالغضب على الأشاعرة يعني إذا غضب على أهل السنة حتى شمل خراسان وكثير من البلاد. نعم. وكان ضحية هذا الغضب الإمام وأصحابه. نعم. الإمام وأصحابه. نعم. وذلك حين هجّم 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 عليه جند السلطان وقال قبضوا عليه, عليه وجروه في الطرقات إلى السلطان فأودعه السجن لكن الشعب لم يسكت فقامت معارك, معارك بينه فقامت معارك بينهم وبين السلطان حتى خلصوه منه من وانتصر الشعب, الشعب على هذا الظالم ومن معه نعم فرأى الإمام القشيري أن يغادر البلاد في سبيل عقيدته ودعوته. فترك أولاده وأهله عشر سنوات عشر سنوات كاملة يسيح فيها في كون الله عابدا مرشدا تاليا للقرآن ويؤلف ما واسعه وقته لخدمة العمل والمسلمين ما واسعه وقته لخدمة العمل والمسلمين داعيا داعيا المولى تبارك وتعالى بالفتح المبين وهداية العباد لله رب العالمين. وفي موسم الحج حين كان رضوان الله عليه يقوم بأداء الحج مع أصحابه الذين فروا من بلادهم بسبب هذا الظلم الواقع عليهم في جميع أوقاتهم. قام الإمام القشيري فيهم خطيبا وما هي إلا لحظة وما هي إلا لحظة حتى أطرق ثم صاح: يا أهل خراسان بلاد بلادكم 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 إن الكندي غريمكم يقطع آه يقطع الآن إرباً يقطع الآن إرباً, إربا يقطع الآن إربا إربا يقطع الآن إربا إربا وإني أشاهده الساعة يا سلام وهو في مكة نعم آه ثم أنشد عميدك ال عميد الملك ساعدك اللي ساعدك, اللي ساعدك الليالي على ما شئت من درك المعالي. من درك المعالي. من درك المعالي فلم يكن منك شيء غير امر بلعن المسلمين. بلعن المسلمين على التوالي فقابلك فقابلك البلاء ما تلاقي فذق ما تستحق من ال وبالي. وبالي. اه هذا يعني شعر صدر على لسانه من قلبه. لأن الشعراء كانوا من قديم الزمان حينما تأتي المعاني إلى قلوبهم تنحدر شعرا على ألسنتهم هذا يعني كان من فضل الله على أمة المسلمين كان الشعر عندهم من السهل الميسور المعنى في قلبه والكلام على لسانه شعرا ونثرا نعم يقول السبوكي في طبقاته ضبط التاريخ فكان ضبط التاريخ, ضبط التاريخ فكان يعني تاريخ اليوم الذي قال فيه أنه يقطع الآن فكان ذلك اليوم بعينه، مم. وتلك الساعة بعينها، وقد أمر السلطان بأن بأن يقطع الكندري, الكندري. بأن يقطع الكندري إرباً إربا وأن يرسل عدواً وأن يرسل عضو منه, منه إلى كل مكان أي يوزع جسده الممزق إلى أماكن متفرقة نعم وبعد هذه الحياة المليئة بالمجاهدة وتربية المريدين من الطلاب وال والمقبلين على رب العالمين أراد الله جلت حكمته أن يرفعه إلى مقعد صدق عنده وهو أكرم الأكرمين فخ... فختم, فختم, له فختم له حياته فختم له حياته بالحسنى وزيادة سنة خمس وستين وأربعمائة فكان عمره تسعا وثمانين, وثمانين سنة في الزمان. الزمان ولكنها كانت آلافا من العمل والعرفان ما هو ليس الأمر بالعدد إنما بالمدد مم. والله الهادي سواء الصراط ورحمه الله رحمه واسعه مع رضوان في الجنان اللهم ارحمه رحمه واسعه واكرمنا بالسابقين واجمعنا بهم على الدوام يا رب العالمين واجعلنا معهم تحت لواء سيد الاولين والاخرين الى جنات النعيم بلا سابقه عذاب ولا هوان يا كريم اللهم اكرمنا بالصالحين واجعلنا معهم يا رب العالمين اللهم اجمعنا بالصالحين مع التوكل عليك يا كريم امين امين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين